تعال نروح بقى اخبار كمان النادي الاهلي. النادي الاهلي بيستقبل وفد الديوانيه العراقي، يعني ده نادي النهارده زار العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي الاهلي، استقبل وفد نادي الديوانيه العراقي اللي بيضم كل من طبعا حسين العنكوشي رئيس النادي، وعلي لابته ده المستشار الاعلامي، واللواء ابراهيم الشريف المنسق العام للوفد، بيبحث سبل التعاون المختلفة تعزيزا طبعا للدور الإيجابي لنادي القرن في دعم الأندية العربية الشقيقة، مع الاستفادة طبعا من تجارب النادي الأهلي الناجحة من خلال أكاديمية كرة القدم. وعرض وفد نادي الديوانية العراقي توقيع بروتوكول تعاون مع النادي الأهلي في شتى المجالات، طبعا بحث إمكانية إقامة شراكة ما بين الناديين خلال الفترة المقبلة للاستفادة زي ما بقولت في كوادر وخبرات كبيرة جدا في النادي الأهلي، و طبعا رائد الأندية العربية والأفريقية في العديد من المجالات، وكمان خاصة على مستوى الأكاديميات. حرص المدير التنفيذي للأهلي على الترحيب طبعا بالوفد العراقي، مشددا على قوة أكيد العلاقات ما بين الشعبين المصري والعراقي على طبعا مدار التاريخ، وقال إن باب الأهلي مفتوح دايما لكل الأندية العربية ولا يتأخر أبدا عن تقديم أي سبل للدعم للأشقاء العرب في مختلف الأنشطة. والعميد محمد مرجان كمان قام بإهداء درع وعلم النادي الأهلي إلى حسين العنكوشي ده رئيس النادي، في حين أهدى رئيس النادي الديوانية العراقي درع نادي إلى طبعا المدير التنفيذي للنادي الأهلي. في ختام الزيارة قام الوفد العراقي كمان بجولة داخل مقر النادي الأهلي بالجزيرة التقاط بعض الصور التذكارية قدام طبعا الدولاب العظيم الكبير اللي مليان بطولات، ودي زي ما بقول لك دي الخبرات اللي بيحاول، يعني كان من أسبوعين ثلاثة أحد الأندية الأفريقية بتاخد هذه الخبرات وبتعمل شراكة مع النادي الأهلي، كمان النهاردة على المستوى العربي كمان النادي العراقي بيقوم بنفس الشراكة. طبعا النادي الأهلي نادي القرن ودايما هو محط أنظار، والتوأمة أو الشراكة مع النادي الأهلي أكيد بتكون إفادة للجميع، إفادة طبعا للنادي اللي بيقوم بهذا الشراكة، وكمان النادي الأهلي على مستوى التسويق وعلى مستوى انتشار النادي الأهلي في الدول الأفريقية والعربية. الدول الأفريقية ودول اللي في آسيا زي النهاردة الديوانية العراقي، وقبلها كمان يمكن أقل من شهر بنتكلم كمان عن زيارة النادي الأفريقي اللي يعني كمان عايز يستفيد من خبرات النادي الأهلي طبيعي. ونهاردة يعني بنتكلم عن وفد نادي من العراق من قارة آسيا. النهاردة حسين العنكوشي رئيس النادي نادي الديوانية العراقي بيقول أنه الأهلي الشقيق الأكبر لكل الأندية العربية، وتجاربه الناجحة على مدى تاريخه والإنجازات والبطولات اللي بيحققها بيفتخر بيها كل العرب. فالنهاردة في تأكيد أنه الأهلي هو نادي القرن الحقيقي من قبل السيد حسين العنكوشي. بيقول أنه الأهلي رائد في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط. بيتكلم أنه زيارته للأهلي النهاردة كانت ليها عدة أهداف، أهمها أن أنت النهاردة بتوقع اتفاقية تعاون ما بين الناديين، وإن شاء الله هيكون في أكاديمية للنادي الأهلي في محافظة الديوانية اللي متسمي بيها النهاردة الاسم اللي في العراق نادي الديوانية. في عندهم منطقة هناك في العراق اسمها الديوانية، فالنهاردة في أكاديمية هتنشأ باسم الأهلي هتحقق التنمية المستدامة بإذن الله في العراق. طبعا كلهم أشقائنا طبعا في كل الدول العربية، بس ده بيعمل إيه؟ بيخليك أن أنت تفتح أفاق تعاون بين مصر وبين الدولة دي وغيرها طبعا من الدول، سواء هنا أو بيننا وبين الدول العربية، بيننا وبينهم تاريخ مشترك. والنهاردة الحقيقة يمكن دي كانت زيارة مهمة جدا، هنتابع طبعا تبعاتها على مدار الأيام اللي جاية.